قصة نجاح جاك ما. من ضمن قائمة قصص نجاح وكفاح والكفاح، قصة نجاح واقعية كان بطلها جاك ما، حيث ولد في الصين بمدينة هانغشتو وتربى في أسرة فقيرة، وفشل أكثر من مرة في الالتحاق بالكي إف سي المحلية، ولكن عندما حصل على شهادة بدأ على الفور تعليم نفسه اللغة الإنجليزية. ثم في سنة 1995 شاهد شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يشاهدها لأول مرة، ثم بدأ يلاحظ أن المحتوى الصيني قليل جدا بالشبكة العنكبوتية، فقام في البداية بإنشاء موقع خاص بالصفحات الصينية، ولكن سرعان ما فشل هذا الموقع. ولكن لم ييأس جاك ما، بل في عام 1999 قام بتأسيس علي بابا أو علي بابا، وهو متجر على الإنترنت يقوم بمعالجة ضعف الطلبات الخاصة بالأمازون. وبعد أن ظهر الآي بي أو صار جاك ما من أغنى أغنياء الصين. تعلمنا هذه القصة أن الإنسان عندما لم يقبل في وظيفة معينة أو جامعة معينة ليس هذا نهاية المطاف، ولكن عليه أن يبدأ في مكان آخر حتى يصل إلى المكان الذي يريده.